آدم. آدم مات. آدم مات. كان ممكن أي حد من ولاد حضراتكم يكون مكانه بعد الشر عليهم طبعا جميعا. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ ذنبنا ايه؟ عايز اعرف مين المسؤول عن المهزله دي؟ مين؟ مين يا فندم غير المدرسه؟ المدرسه ما شاء الله الطرق بقت كويسه ومتامنه. سواق الاتوبيس اتقلب بالاتوبيس، ما كانش شايف حاجه، كان معمي، كان ضارب ايه محدش عارف، كان غصب عنه بقى. السؤال هنا، السؤال هنا، المدرسة دورها ايه؟ المدرسة دورها ايه؟ وفين؟ فين دورها؟ زي ما بيدوسوا على رقبتنا وياخدوا فلوسنا، ليه سلامة عيالنا مش في المعادلة؟ ليه ما بيتعملش تحاليل دورية للسواقين؟ ليه السواق ما بياخدش مرتب محترم؟ طبعا مراجل الوقت. طب ما دول ليه بقى؟ عشان لازم يشتغل بقى في شغلانتين ثلاثة، عشان الراجل يعرف يصرف، هو مش عايز ينام وهو سايق. وكل ده لسه ما اتكلمش على العربيه وصلنا الدوريه بتاعت العربيه، وهل العربيه دي مؤهله نقل اولادنا ولا لا؟ لسه كل الكلام ده، الكلام ده كله هيظهر في التحقيق، لسه هيطلع. عايز كل واحد من حضراتكم يحط نفسه مكان بابا ادم ويفكر احساسه ايه دلوقتي؟ اللي نقدر نعمله له عشان نعوضه؟ ايه اللي نقدر نعمله له؟ بس ادانا ما يتعوضش، عشان نشيل المراره اللي في قلبه، ولا عشان نحسسه ان ادم ما راحش غدر. نصبره بايه؟ ادم يا جماعه، آدم كان بطل تنس طاولة، بطل. كان ممكن بعد 5 أو 6 سنين نشوفه شايل علم مصر. أي بطولة؟ حتى لو ما كانش بطل، ضنا. أصل يا فندم مش حادثة قطر ومزلقان وأتوبيس بيعدي، فالقطر ما فرملش. هنمسك في رقبة الحكومة ونقول لازم يحصل ويحصل ويحصل. المرة دي بقى الحكومة بريئة. في مدرسة خاصة انترناشونال، وفي مدارس خاصة كتيرة جدا عندهم اتوبيسات وسواقين، والترامادول موجود. الترامادول موجود عادي يعني، ولادنا بيدفعوا الثمن، البلد مستقبلها بيروح على الأسفلت. احنا مش هنسكت، احنا مش هنسكت سيادتك، من النهاردة مش هنسكت. لازم تكونوا عبرة. سيادتك هتسألني، هي الحادثة بتاعت الأتوبيس دي السيدة مديرة المدرسة ولا صاحبة المدرسة هي اللي كانت سايقة الأتوبيس؟ أرد على حضرتك يا فندم بقول لك، طب بالنسبة لحادثة القطر، لما سيادتك بتطالب بإقالة معالي وزير النقل، بيكون هو سواق القطر؟ احنا هنرفع قضية. والقضية لازم تكون قضية رأي عام، وهنجيب حقنا، حق كل الناس. الموضوع مش في التعويض، الموضوع يا فندم في العبرة. عبرة، عبرة لكل صاحب مدرسة. من النهاردة لازم يتعظ قبل ما تبهدلنا عشان نعلم عيالنا نحافظ على حياتهم، إن حياتهم غالية عندنا قوي قوي والله. احنا عايشين بيهم، احنا عايشين بيهم وعايشين ليهم. نخرج فاصل، فاصل. اخرج يا سيدي، اخرج. اسلام في امك يا اخي، ايه الكلام ده؟ ذهب، سلاسل ذهب.
شاوي انا مضطره ابعت لك فويس لان انا كلمتك وانت ما بتردش طول اليوم، بس اوكي مفيش مشكله. بس الحقيقه انا بكلمك علشان اقول لك ميرسي، متشكره قوي 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 على المقدمه العظيمه البديعه اللي انت قلتها النهارده. خلاص سن شاوي، انا حقيقي اتاثرت قوي فعلا، بس في شويه معلومات مهمه تخص الحادثه انت لازم تعرفها. اولها ان في ولد كان راكب عربيه باباه الجديده، ها، وما كانش معاه رخصه. اتس اوكي ماشي. الاهم بقى ان الولد ده زنق على الباص، وده مرصود من كاميرات على الطريق. اوكي الولد ده طلع الباص وكان معاه شنطه مخدرات. الولد ده يبقى ابنك يا ابي عظيم. اللي بقوله لك ده معلومات هتتقال في التحقيق وكل الناس هتعرفها. انت حولتها لقضية رأي عام. ده بديل سريع على الهواء. شوي، أهم حاجة انت محتاج تسمع الكلام اللي قلته لك ده أكتر من مرة. انت محتاج تركز. ركز. باي. خمستاشر ثانية على الهواء. زود الفصل دقيقتين. خد وقت. كان عندك حق. قلت لك انه هيبهدلنا. مفيش فايده. ممكن أطلب طلب؟ خدني في حضنك. ممكن سيجارة؟
بقيتي تشربي سجاير. البركة فيك. طب اعتبر نفسي ان انا ما سمعتش حاجة، عشان انا ما عنديش استعداد ان انا اتخانق في الظروف اللي زي دي. ولا متأكد انك هتعمل كده. لعلم بقى انا كل اللي فارق معايا يوسف. طب اتفضل يا بابا، ده بيتك. لا، انما ممكن يبقى بيتي لو مراتك فيه وانت وهي كويسين مع بعض. حاضر. مش فاهم حاضر ايه بالظبط. هعمل كده عشان خاطرك. لا لا، مش عشان خاطري. لازم تعمل كده عشان خاطرك انت، عشان خاطر ابنك، عشان خاطر مراتك. انت اللي محتاج ابنك يا شريف، مش انا. بابا ابنك. انا هحاول ان اتغير وهتغير. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. تجوزتني ليه يا شريف؟ يعني جاي تسأليني يعني السؤال ده دلوقتي؟ تخيل ملحقتش أسأله. ولا يهمك. أنا اتجوزتك ليه؟ تصدقني مش عارف، بس هو السؤال الأهم. ليه قبلتي تتجوزيني؟ أقول لك فكرة. أنا جاوب لك على سؤالي وأنت تجاوب لي على سؤالك. مش فاهم. يعني أنا جاوب لك مكانك، أنت ليه اتجوزتني؟ وأنت تجاوب لي مكاني، أنا ليه قبلت؟ بذمتك ده وقته للكلام ده؟ ابتدي انت. اللي قالته مراتك ده صعب جدا بصراحة. بقى كان ليها حق انها تسيب البيت وتمشي. كانش مفروض انك انت تضغط عليها قوي كده عشان تاخد يوسف. كنت سيبها يا اخي لغايه ما تهدى وهي ترجع بيه. انا براجع نفسي في كل حاجه. وعدك يا بابا ان انا هتغير. وانا مصدق يا شريف. يوسف كان بيعيط وبيسال عليك. ممكن تطمنه ان انت هتبقى معاه ومش هتسيبه؟ اه قوي. بس انا بقى هطمنه ان انت اللي مش هتسيبه. لا هو ولا هو. ايه ده انت صحي؟ شفت بقى انا جايب لك مين معايا؟ اهلا 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 حبيب جدو. اهلا، تعالى تعالى يا حبيبي يا حبيبي. جدو انت هتبات معايا؟ اه طبعا. انا مبسوط قوي انك جيت يا جدو. خليك معايا لحد ما ترجع. مامي هترجع وبابي كمان هيفضل قاعد معاكوا على طول. بجد يا بابي؟ اه طبعا يا يوسف يا حبيبي. يلا بقى انا وانت نقعد نتكلم مع بعض شويه وبعدين نصلي وننام، ايه رايك؟ طيب انا هسيبكم بقى تقعدوا مع بعض براحتكم. من ايه رايح فين؟ هعمل تليفون شغل كده وبعد كده هنام. تصبح على خير. وانت من اهل خير. انت قبلت بيا عشان كنت بتسمعي عني من قبل ما تشوفيني يا مريم.
مين في مصر الجديدة ما يسمعش عن شريف نجيب؟ في نفس الوقت كانش حد معاكي ولا بيهتم بيكي. فكرة برضو ان نسائي خالية في عينك، بس ان جيت للحق انت ست مش مادية، بس برضو الفلوس كانت مهمة بالنسبة لك. واد غني وشكله كويس، ابن ناس، بنات كتير قوي كانت بتتمنى انها تبقى معاه. الحقيقة مريم، انا كنت بالنسبة لك لقطة، ما ينفعش ما توافقيش. احنا قلنا ان احنا هنتكلم بصراحة من غير زعل ولا خناق. وزعل ليه؟ كل اللي انت قلته صح، مفهوش غلطة واحدة. انت فعلا كنت بالنسبة لي لقطة يا شريف. طيب كويس تمام. انت مش ناس مهاراتي؟ يا سمر، هو انت ما بتزهقيش؟ مش انا قلت لك ان انا مش هعرف اشوفك النهارده؟ ليه؟ هو قال لي ليه؟ انا حر، قاعد مع ابني ومش هينفع اسيبه لوحده. انا عايزاك ضروري، هقول لك حاجه وهمشي على طول. يا بنتي بقى اهدي وبطلي الكلام ده. انا مش هعرف اشوفك، عايزه ايه مني؟ انا قدام الباب، افتح لي. قدام ايه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ امشي حالا. يوسف اخواته سابوه لان باباهم كان بيحبه جدا. لما سابوه في البير جه راجل تاجر شاف يوسف في البير فقرر انه ياخده مع مصر. طب هما اللي عملوا كده؟ اكيد باباهم كان بيحبهم زيه. طبعا اكيد باباهم كان بيحبهم زيه بالظبط. ما هو انت يا استاذ يوسف لو سبتني اكمل لك بقيه الحكايه هتعرف انهم كانوا غلطانين، وربنا بقى استخدم غلطهم ده لخير كبير جدا ليوسف. وحسن انت اتجوزتني عشان انت شايف نفسك يا شريف الواد اللي مقطع السمكه ودلها لما فيش بنت بتاخد في ايده غلوه، وده طبعا كان بتشجيع من خالك، وعشان خالك كان مريض وما قدرش ينسى اللي عملته في مراته قرر يطلعك زيه. احترمي نفسك شويه يا مريم. انا ما قطعتكش. لو مش عايزاني اقطعك ما تغلطيش في خالي، كفايه ان انت بتغلطي فيا وانا ساكت. وكانت النتيجه ايه؟ انك تشوف كل الستات سلعه رخيصه تستخدمها وقت ما تحب. لحد مرض مامتك اللي هزك نفسيا وخلاك تحت ضغط طلبهم انك تتجوز. وافقت بأول واحدة عرضها لك أبوك، وتقريبا دي الحاجة الوحيدة اللي هو اختارها لك في حياتك. وأنا علاقتي بيه وظفت من شوية. كان عايز يخرجك من فكرة إنك تكون نسخة من خالك. عارف أنا لو كنت وقتها حلوة حبتين زيادة ما كنتش قبلت بيا يا شريف. أنت كنت عايز البنت الوسطانية المنضارة اللي لا حبت ولا صاحبت ولا مشيت ولا حد مسك ايديها. لو خلفت تربي لك عيالك وانت مطمن، وانت تقضيها بالطول والعرض. هو ده كان مرادك فيه يا شريف.
أنا كمان كنت بالنسبة لك لقطة على فكرة. كنت بالنسبة لي لقطة إزاي؟ من أنهي زاوية؟ أنا لسه ما خلصتش. وأنت بعد ده كله لسه ما خلصتيش؟ عايزة تقولي إيه تاني؟ أنا جاية عشان أقول لك إن أنا حبيتك، فبلاش تزهق مني بالسرعة دي. يعني أنت جاية ده كله علشان تقولي الكلمتين دول؟ أيوه، عشان أنا عارفاك وعارفة إن أنت قلت الكلام ده لميت واحدة قبلي وهتقوله لكتير بعدي. شريف، ينفع تاخد موضوعنا بجد؟ ممكن تمشي دلوقتي ونتكلم بعدين؟ رد عليا. أرد أقول لك إيه؟ ما أنا قلت لك أهو. وقول لي إنك ما بتضحكش عليا. أنا مش بضحك عليك يا سمر. أنت عارفة كويس إن أنا صريح. كنت مصاحب قبلك وصاحبتك وصاحب بعدك. فين بقى مشكلتك؟ الله، عادي يعني. بس أنا حبيتك. وأنا عايز أنام. ابني نام جوه لوحده. يلا نتكلم بعدين. يا ريتني ما نزلته. يا ريتني ما سمعت كلامك. أنا غلطانة أصلاً إن أنا جيت. امشي. يلا. همشي. بس مش هسمح لك تمشي من حياتي. لأني بحبك. وأنا كمان بحبك يا صاحبي. ممكن بقى يلا تمشي. أشوفك بكرة. إن شاء الله هنتكلم. كل الوعود اللي خدتها على نفسك قدامها وقدامي. انك هتتغير وبطل سهر وقرف وعلاقات قذره. طب انت ليه ما لومتيش نفسك انك ما عرفتيش تغيريني؟ انت مش عايز تتغير يا شريف. انت حابب حياتك كده. انا عملت كل اللي اقدر اعمله. حاولت اخرج واسهر واشرب وعيش حياتك بس ما عرفتش. عرفت قلت اسيب نفسي واخلف. يمكن لو جبت له بنت ولا واد يتغير. كل الأمهات بتحلم إن أول خلفيتها تبقى ولد إلا أنا. كنت عايزة أجيب بنت. إشمعنى يعني بنت؟ عشان تفكيرك المريض يا شريف. قلت يمكن لما اجيب بنت يبطل ويتغير ويراعي ربنا فينا. يبقى مش عايز اللي بيعمله يطلع عليا. ده تفكير وحش قوي. على اساس ان هو ما بيطلعش على ابنك. هو ده بيطلع. يعني انت عايزه تفهميني دلوقتي اني اللي حصل ليوسف ده عقاب من ربنا بسببي؟ انت عايزه تفهميني كده؟ احنا بنتكلم بهدوء يا شريف. تفكيري غبي. احترم نفسك. مش هحترم نفسي عشان تفكيركم مش صح. بابا ما يجيش كده. دي مرات واحد صاحبي كانت جايه بتسال على حاجه ومشت على طول. انت بقيت بتكذب جوه الكذب على فكره. انت بقيت معجون بميته. هو انت ليه مش بتصدقني؟ انت مين يا ابني اصلا؟ انت مين؟ كان عندها حق مراتك لما قالت انها حاسه انك واحد غريب. اذا كنت انا اللي ابوك ما بقتش عارف انت مين.
انت ايه اللي انت بقيت فيه ده؟ انا لما مراتك جت قالت لي اللي هي حاساه منك قلت يمكن نزوه. نزوه وهتفوق منها وتقوم عادي، بتحصل لناس كتير جدا. بس بعد اللي انا سمعته ده اكتشفت انها مش نزوه. انت حياتك نفسها بقت كده. الصح في حياتك ما هو النزوه. كل الناس بتغلط وعادي. احنا بني ادمين مش ملايكه. واكيد يعني هيجي يوم وهتغير. افرض مت قبل ما تتغير. الموقف هيبقى ايه؟ بيتك مخروب على الارض وخسران ابديتك كمان. بطلت بقى اسلوب التخويف اللي انت بتعاملني بيه ده عشان انا بكرهه. انت ربنا كبير. كبير وبيسامح اللي يغلط ويقوم تاني. بس مش اللي يستبيح الغلط. انا ما بخوفكش. انا بقول لك الحقيقه. انا اتعلمت في حياتي ان ارجع كل حاجه لاصولها عشان افهمها. انت الفلوس عمتك وخليتك تتخيل ان كل حاجه ممكن تتباع. ما دام معاك تبقى كل حاجه مضمونه. بس انت نسيت ان مفيش اي حاجه على الارض مضمونه مهما كان معاك. يعني انت عايز تشيلني ذنب ان امي كان معاها فلوس. انا بصراحه مش عارف انت بتحاسبني على ايه. انت يا بابا الفلوس عامله لك عقده، والعقده دي من زمان. الفلوس عامله لنا عقده. ايوه صدقني انا ما اقدرش انكر ان الفلوس بركه، بس محبتها شر. عارف امك لما ورثت ابوها هي وخالك قلت لها كلمه واحده، قلت لها انا مش عاوز ابني يلمس الفلوس دي دلوقتي. اصل للاسف ساعتها امك ما سمعتش الكلام. وانت بقى كنت عايز تفضل مخلينا عايشين بمرتبك؟ ها انا كده كنت عمري ما هكبر. وما كنتش عايزك تكبر كده. انا كنت عايزك تكبر من جواك. كنت عايزك تعرف ان العيال اللي بتتولد وفي بقها معلقه ذهب دي ما بتحسش بقيمه الحاجه اللي في ايدها. ولما بيتكسر اللي في ايدها ده يقولوا ايه يعني؟ في 60 داهيه مش مهم نشتري غيره ما دام معانا الفلوس، والفلوس ممكن تشتري اي حاجه. فنفسهم ما بتشبعش. والاهم من ده ضعفهم قدام الدنيا. الدنيا لو قسيت عليهم شويه تكسرهم وبتدوس عليهم. ما بتديهمش فرصة ينشفوا ويعرفوا يميلوا الريح لغاية ما تعدي. لو تخيلت في لحظة شريف إنك ممكن تضحك على الدنيا تبقى عبيط. أنا ما بخوفكش. أنا كل اللي بقوله لك ده الخوف أنا عليك. هو فيه وأنا عملت إيه ده كله؟ أبداً. بتسهر كل يوم وتسكر وترافق عادي، وكل اللي تعرفهم اشكال غريبه وقذره. مريم ايه؟ غلطت فيهم؟ محترمين؟ لا كفايه كلام بقى لحد كده. لا مش كفايه. وطي صوتك. حاضر يا شريف وطي صوتي. بس انت هتسمع. انجزي بقى علشان انا زهقت. انت على طول بتزهق يا شريف. بتزهق لدرجة إنك بترمي اللعبة اللي في إيدك وبتشتري غيرها. وترميني أنا وابنك بعد ما اتولد بكام شهر. أنت عارف المشكلة فين؟ المشكلة فين؟ شغلتك. لما جيت اتقدمت ليها جدتي قالت لي خدي بالك يا بنتي. قليل لما تلاقي صايغ مش بتاع ستات. الستات الرخيصة بتتلمع عليهم زي الرز. كل يوم بيرخصوهم عن اليوم اللي قبله. طب انت ليه ما سمعتيش كلام جدتك وريحتيني؟ غبية. تقدر تصلحي غبائك ده بس بعيد عني. هصلحه بس
بس عايزه اوريك حاجه اخيره. Thank you.